وبين الاتجاهين ضاعت الموازنة وتأجل البحث فيها، لكن هيئة التنسيق لم تنتظر. نيابيا أقر مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة التشريعية ولم يضمنها قانوني الانتخاب والموازنة، ما أثار اعتراض القوات. وإذا احتسب موقف الكتائب الرافض التشريع في غياب رئيس، لا يتبقى سوى معرفة الموقف العوني الذي يتعرض لإغراءات من الرئيس. الأول غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري وحزب الله ليلا في منطقة القلمون، أما الحدث الثاني فاستهداف الجيش اللبناني تحركات وتجمعات للمسلحين على السلسلة الشرقية في جرود عرسال. سياسيا، بدأ البطريرك الماروني زيارة إلى فرنسا تتوج بلقاء الرئيس الفرنسي، وعلم أن الراعي سيسلم أولاند مذكرة يشكل الملف الرئاسي. أبرز الخبراء في الاستراتيجية الإيرانية بين إشراف إيران على حرب تموز 2006 وإشرافها على ربط الجولان السوري بالجنوب اللبناني ووصلهما بالعراق المفتت، مؤكدين أن هذه الحروب مجتمعة هي التي أوصلت طهران إلى طاولة المفاوضات. من جهة أخرى، يبدو أن الشلل التام سينتقل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ لا جلسة تشريعية في الأفق القريب، وذلك لغياب التوافق حولها، ما يهدد بالتالي بتجميد موضوعي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.